خدنا بالنا، المحاضرة كلها كانت هتطير. طيب كده هنبدأ بداتابيز، هنكريت داتابيز. طبعا انا كنت بدي لكم البروجكت من اوله، بس يعني للاسف يعني حظنا ان احنا يضيع علينا ايه حته تركيب التصميم. يعني نيو داتابيز هنسميها كورسز ممكن نعمل ايه؟ منين؟ ديزاينر يجيبه لك، او ممكن الادمن اللي تيجي نجيبها من على النت. يعني بص هديك مثال، انا هقف كده، انت بتسالي طبعا التصميم تجيبيه ازاي؟ انا بصي هعمل ايه؟ فري تمام؟ HTML ادمن تمبلت تمام؟ اتفضلي يا ستي، كل دي حاجات فري، ادخلي بقى وعيشي. دي فري، دي ادمن، هي شكلها جميل جدا. يعني لولا اختلاف الاذواق، دي واحدة تانية اهي. ما كلهم بياخدوا من بعض. ادي الادمن قلت ايه، طبعا هم معظمهم على فكره مكبرين من الادمن ال تي اي على فكره، بس اللي هو القصد ايه، ان في ديزاينز كتير على فكره، بس إيه ميزه الادمن ال تي اي انها بتسبورت الار تي ال اللي هو العربي، ان المنيو تبقى على اليمين. يعني فكل دي يا شباب، كل دي ادمن بانلز انتم ممكن تستخدموها فري تمام. بص بص كتير كتير، عيش عيش براحتك، يعني الدنيا جميله خالص يعني. وعلى فكره الناس كل شويه بينزلوا، يعني الناس ما مش بتبطل تنزل ادمنز، يعني دايما خلي صاحبك الوحيد هو جوجل. طيب كده كريتنا داتابيز تمام، هنخش الكريت اول تيبل في الداتابيز بتاعتنا، اللي هو تيبل اللي اسمه يوزر جروبس تمام، اللي هو مجموعات المستخدمين تمام. هنسميه جروب اي دي، ده البرايمري كي بتاعنا تمام. تحبوا نخلي البرايمري كي انتجر وايدنتيتي، ولا تحبوا نشتغل باليونيك ايدنتيفاير؟ ها فوتنج ايه على ايه؟ ده بتاع اليوزر سطور. بس انت لو هتشتغل برايمري كي بنظام، لازم تمشي الجداول بتاعك كلها بنفس النظام. ما ينفعش تجيلي في جدول تعمله لي ايدنتيتي، وجدول تاني تروح تعمله لي يونيك ايدنتيفاير. هتستخدم ده هتستخدم ده. انا برجح ليكم في البدايه تشتغلوا بالايدنتيتي في البدايه، يعني اسهل ليكم يعني تمام. طيب جروب اي دي، جروب ايه رقم العجيب الغريب الطويل المريب اللي كان بيطلع ده ايه؟ مفيش مشكله افهمه لك، ما تقلقش. جروب ايه نيم اللي هو الاسم العربي تمام، هنسميه ان فار كار، ونديله مثلا 200. دايما تخلي ان فار كار ده بقى بالنسبه لك تمام، اي اسم بالنسبه لك خلاص، ان فار كار 200، ما تجيش مره تعمله لي كذا، ومره تعمله لي كذا، ومره تعمله لي كذا. ثبت دايما، يعني حاول دايما ايه ان انت تخلي شغلك موحد. ايه عربي وانجليزي. جروب اي نيم ان فار كار 200 تمام. كده احنا عملنا ايه، الاسم العربي والاسم الانجليزي تمام. ممكن نعمل مثلا ملاحظات نوتس، النوتس هنخليها ان فار كار، هنسيب له مثلا يكتب 500. طبعا ده نوت الاو نال، وده نوت الاو نال، وده كليك يمين سيت اس برايمري كي
طبعا ايه، ركزوا معايا عشان هشتغل على طول، هشتغل بسرعه. الحاجات دي طبعا كلنا عارفينها يعني، والايدنتيتي عاملها بترو تمام. وطبعا هعمل سكيما الاول، هكريت سكيما، والسكيما دي هسميها ادمن عشان احط فيها ايه جداول الادمن. لا بلاش بلاش، مش لازم، مش طالبه يعني، الموضوع اسهل من كده يعني. طيب اف 4 تيبل هسميه تي بي جروبس، سيف. ده كده ايه اول جدول عندنا. ثاني جدول هو جدول اليوزرز، جدول المستخدمين. كليك يمين، نيو تيبل، يوزر اي دي، انتجر، يوزر اي نيم، ان فاركار. شطرة. يوزر اي نيم سميه. اول ما بتيجي الداتابيس او الديزاين بتبقى واحده ثانيه خالص. طبعا هنحط بقى ايه بقى عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم. في بقى حاجات اللي هي الاكتف، اللي هو اليوزر اكتف ولا لا، تمام، اسمها از اكتف عشان نعرف اليوزر ده اكتيفيتد ولا نوت اكتيفيتد. لان يعني ساعات بتكريت يوزر تمام وبعد فتره تخلي اليوزر ده دي اكتيفيتد، خليه مش شغال يعني، يعني مش عايز يدخل على السيستم تاني. طبعا ده هيبقى بت، وعندي الجروب اي دي اللي هو المفروض مربوط بجدول الجروبس، صح كده. عندي ايه تاني في تيبل اليوزر؟ طبعا عندي اليوزر نيم، اليوزر نيم غير الاسم على فكره، اسم المستخدم غير اليوزر نيم اللي هو بيدخل بيه. اليوزر نيم انفاركار، بس انا مش عايزه 200 يعني، ده انفاركار 100 ايه اللي فوق تبقى فول نيم. لا بص، عود نفسك برضه تمشي باترن معين في الاسم. يعني انا مثلا عايز ادي اسم اليوزر او اسم الجروب تمام، ما تجيليش هنا تقول لي اصل ده اسمه فول نيم، وتيجي هنا اصل ده اسمه جروب نيم. عود نفسك اسم التيبل اي نيم، لو انت عندك عربي وانجليزي اي نيم اي نيم، ما عندكش عربي وانجليزي يبقى يوزر نيم جروب نيم. فاهمني؟ مش عارف ايه يعني، امشي برضه باترن ثابته، ما تقعدش تلخبط نفسك في ايه، في مسميات مختلفه. ايه هنسميه عربي ازاي قصدك؟ الكتابه في كولوم عندي اكتب فيه عربي وكولوم اكتب انجليزي، عشان لو انا حبيت ان انا اقلب السيستم ده لغتين. اليوزر نيم ده الاسم اللي هو هيدخل بيه في اللوجن. ده مثلا على سبيل المثال اسم اليوزر نفسه، اللي هو مثلا ايه، انا اسمي سعيد الهوى ومش عارف ساكن في مش عارف فين، ده اللي هو اسمه نفسه تمام. انما بقى اليوزر نيم بقى اللي هو هيدخل بيه اصلا على السيستم، فاهمني كده يعني. يعني انت مثلا على الفيسبوك اسمك كذا كذا كذا، بس بتدخل بالايميل بتاعك. تمام. انا هسميه لكم بطريقه تانية، هسميه لوجن نيم، اظن كده اسمه اوضح صح. باسورد لها برضو 100. نسيت اقول لكم ان كل جدول عندنا، كل جدول بنحط فيه شويه فلتات ثابته، زي ايه؟ created by تمام. و created by ده هيبقى عبارة عن user، عايز اعرف مين اليوزر اللي عمل الحركة دي. integer creation date time، creation date اللي هو ايه؟ التاريخ اللي الحركة دي اتعملت فيه تمام. updated by لو في حد عدل على الحركه دي تمام، فمين الشخص اللي عدل الحركه عشان لو في حد بيعمل مصيبه على السيستم اعرف هو مين. integer updated date، ده من ضمن اللوج updated date، وده هيبقى
ديت تايم. طبعا هرجع تيبل الجروبس على فكره واعمله ايه ايه اه في اي جدول هنحطهم ليه؟ عشان دايما ابقى بتراك الناس بتعمل ايه على السيستم. اتفضل. ففايل اللوج فايل اللوج اصلا بتاع الداتابيز؟ لا، بس فايل اللوج بتاع الداتابيز انت مش هتعرف تفتحه وتعرف منه المعلومات دي. عارف ليه؟ لان فايل اللوج بتاع الداتابيز مش بيسجل لك اليوزر بتاع الداتابيز اللي عامل المشكله، ده بيسجل لك اليوزر بتاع السيكوال. يعني انت لو داخل على السيكوال مثلا، اسمع بس، انت لو داخل على السيكوال بالاس اي تمام، فبيجيب لك الاس اي ده بيعمل ايه. انما انا عايز حاجه ثانيه، انا عايز مثلا اللي عامل لوجن دلوقتي محمد يحيى. محمد يحيى بقى بيعمل ايه على السيستم؟ فاهم قصدي؟ انما اللوج بتاع الداتابيز بيجيب لك اليوزر بتاع الداتابيز نفسه، اليوزر اللي هو الاس اي، اليوزر اللي هو اللوجن اللي انا عامله هنا بتاع السكيورتي ده، بيجيب لك اليوزرز دول بيعملوا ايه على الداتابيز. تمام. وحتى لو كان انا عارف ان هو بيسجل الريكورد كله، يعني الريكورد كله على بعضه بيتسجل، فاهمني؟ بس مش ده برضه ده انا عايزه. انا مش عايز اخش جوه فايل اللوج في ملايين الريكوردز او في الكلام ده كله اعيش، فاهمني؟ لا، انا عايز من هنا اقدر ان انا اظبط نفسي. تمام. وفي حاجه كمان على فكره بنعملها اسمها ايز ديليتد. يعني لما بيجي ندلت حاجه من السيستم ما بنروحش كده نروح عامل لها ديليت 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 في فروم تيبل، ما بنعملش الكلام ده. تمام. بنعمل ديليت يعني لوجيكالي مش ديليت فيزيكالي، بس زي دي اكتف، زي دي اكتف. تمام. اللي هو ايه اللي هيبقى الديليت بتاعه فولس هو ده اللي متدلت. تمام. طيب بلاش الايز ديليت دلوقتي عشان ما نلخبطكمش، خلينا بس دلوقتي واحده واحده عليكم. يعني ايز اكتف لوجن نيم والباسورد. لا، احنا بنثبت بقى، احنا بنثبت اسم واحد. الاكتيفيشن بتاع اليوزر ممكن في يوزر بيتعمل له اكتيفيشن عن طريق لينك. ساعات بتخش على موقع او بتخش على حاجه تعمل كريت ليوزر، وعشان تاكتف اليوزر بتاعك بيديك لينك معين، اللينك ده لما تدوس عليه يروح عامل لك الاكتف ده بترو. فاهم قصدي؟ فالاكتيفيشن بتاع اليوزر بيختلف من مكان لمكان، بيختلف من عميل لعميل، هو بيحدده انا عايز اعمل اكتيفيشن لليوزر بتاعي ازاي. فده منفصل عن الديليتد. فالديليتد انا هسيبه دلوقتي عشان بس ما لخبطكمش، وبعد كده ابقى اعلمكم موضوع الديليتد. طبعا هعمل الايدنتيتي بتاعت البرايمري كي ايه؟ تي بي يوزرز. حاضر. في حاجات كتير ما عملناهاش اصلا لسه. اول حاجه الريليشن، هندخل كده نعمل ريليشن مع تيبل الجروبس بالجروب اي دي مع مين؟ مع الجروب اي دي. اوكي. عايزين نعمل ايه تاني كده؟ احنا تمام كده، احنا 100 100. سيف يس. ناقص ان احنا نروح على التيبل بتاع الجروبس، نفتح الديزاين. بص بقى اعلمكم بقى ايه بقى حاجات السرعه اللي احنا بنعملها. انا طبعا اوعوا تكونوا فاكرين ان انا ايه بقعد شغال بالراحه كده، انت لازم ايدك تكون بص طياره كوبي بيست على طول. كنترول اس، خلصنا. تمام كده، ايه عملنا تيبل اليوزرز وتيبل الجروبس وربطناهم ببعض. تمام كده. عايزين نعمل لوجن. عشان نعمل لوجن المفروض نعمل ايه؟ المفروض نعمل ايه عشان نعمل لوجن يا جماعه؟ هو بيدخل اللوجن نيم اللي هو اليوزر نيم بتاعه، وبيدخل الباسورد، صح كده؟ حلو، كلام جميل جدا. انا محتاج اخد البيانات دي واروح اعمل بيهم سيلكت في الداتابيز. تمام؟ لو الداتابيز رجعت لي بداتا ده معناه ايه؟ معناه ان اليوزر ده موجود جوه الداتابيز. لو
الداتا رجعت لي فاضيه، معنى كده ان اليوزر ده مش موجود في الداتابيس. تمام، هنعملها ادو على السريع وبعدين نخش ايه على الانتيتي فريم ورك. فين الزرار بتاعنا؟ ادي الزرار بتاعنا، هنقف على الزرار ده سبيس، نقول له اون كليك. حفظتوا الحاجات دي ولا لسه؟ بقالنا فتره شغالين في الحاجات دي. حفظتوا؟ ادي ايه، ادي الزرار بتاعي طبعا ما اديتلوش اسم، مش مشكله. هنروح نفتح بروجكت قديم ناخد منه الميثودز اللي احنا شغالين بيها. احنا عندنا بروجكت اسمه ايه؟ لا لا لا، عايزين اللي هو فيه انسرت ده، ده في اخر حاجه. خلاص الهيلبر في شويه ميثودز جميله اهي. هناخد طبعا، خلي بالكم خلي بالكم لما اعمل لكم تشيك ان تسحبوا البروجكت عندكم. تمام، الكونكشن سترنج اللي هيكون موجود هنا هو الكونكشن سترنج بتاع جهازي انا. تمام، لازم تغيروا له الكونكشن سترنج بتاع جهازكم انتم، والا الداتابيز مش هتشتغل معاكم. كوبي، هنروح على البروجكت بتاعنا، نعمل نطلع بره كده، نعمل هنا فولدر نسميه كلاسز عشان نحط فيه الكلاسز بتاعتنا. كليك يمين، اد نيو كلاس هيلبر دوت سي اس. جوه هيلبر دوت سي اس هنحط بيست للكلام ده كله. طبعا محتاج مننا النيم سبيسز، هنظبطها. ادي النيم سبيسز بتاعتنا، ناقص بقى ان احنا نعمل ايه. ادي اسم السيرفر بتاعي مظبوط تمام، بس اسم الداتابيز مش مظبوط. هغير اسم الداتابيز اللي انا المفروض بتعامل معاه. اوكي، كنترول في، ادي الكلاس الجميل بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه على طول. حلو، طيب هنروح على اللوجن. لا ده مش هشرحه، ده شرحته المره اللي فاتت. في ميثود اسمها جيت داتا، دي اللي بتجيب الداتا، وميثود اسمها اكسكيوت كويري، دي لو عايزين نعمل انسرت او ابديت او ديليت. ده الكونكشن سترنج بتاعنا. تمام، هروح على السيكوال، اعمل الجمله اللي انا المفروض الاول عايزين ندخل داتا اصلا، يعني عايزين ندخل جروب كده ديفولت. تمام، وندخل يوزر ديفولت عشان نعرف نعمل لوجن، يعني لان احنا اصلا لسه ما عندناش شاشه بنعمل بيها يوزر او بنعمل بيها جروبس. اوكي، الجروب نيم مثلا المين جروب، خد الاسم ده كوبي حطه هناك، مش عايزين نوتس. كريتد باي واحد، ابديتد باي كرييشن ديت النهارده 9/10/2017، ابديتد باي لسه مفيش اي حاجه ابديتد. هندخل في اليوزر، نيجي نقول له ايه اليوزر نيم مثلا ادمن از اكتف واحد، الجروب واحد، اللوجن نيم ادمن، الباسورد لا يا حبيبي هتروح تاخد البتاع العجيب ده كوبي وتروح حطه هنا بيست، عشان كده عملتها لكم ايه انتجر عشان اسهل بس عليكم يعني. 9/10/2017، انا حطيت مشيت المركب في الميه. كده انا عملت يوزر ديفولت وعملت جروب ديفولت. تمام، يفترض ان انا لو عايز اعمل لهم سيلكت بعمل ايه؟ بقول له سيلكت استريكس فروم تي بي ايه المشكلة؟ ماشي، تي بي يوزرز
بعدين اجي اقول له ايه وير ان اللوجن نيم لوجن نيم بيساوي ادمن اند باسورد بتساوي من 1 لـ 6. رن كده الجمله دي شغاله وزي الفل. حلو كده. هتروح جاي هنا تعمل سيادتك ايه بقى؟ ايه؟ ماله السيكول؟ انا كده شغال. لا مش الماستر، عيب عليك. لا لا سيبك منه سيبك منه، تركزش معايا. هتروح قايل له بقى ايه بقى؟ هيلبر. طبعا هيلبر ما هوش شايفه. ليه ما هوش شايفه؟ لان يعني هيلبر موجود فين؟ في النيم سبيس اللي اسمه كلاسز. تمام. فهاجي هنا اقول له ايه؟ تريننج يوزنج تريننج سنتر دوت كلاسز. تمام. تيجي هنا تقول له بقى ايه؟ هيلبر هيلبر دوت جيت داتا. هيلبر دوت جيت داتا هتاخد ايه؟ هتاخد اساسا سترينج كويري. والله العظيم انا زهقت لكم حقيقي بجد. انتوا ما زهقتوش من اللي انا بعمله ده بجد حقيقي بجد. يعني اللي انا بعمله ده انتوا يعني مش حاسين ان هو كتير؟ احنا عملنا اللي انا بقوله ده كتير يعني، ولا حاسين ان هو عادي؟ الحمد لله. سترينج دوت فورمات سترينج دوت فورمات وسترينج دوت فورمات هنعمل فيها ايه؟ ملوني بقى. ها اعمل ايه بقى؟ استنى اعمل ايه؟ استنى استنى قول يا اسماعيل. ايه اسم السيكوال؟ ايه ده بقى اسم السيكوال ده بقى؟ نعمل بيه ايه؟ حاضر عينيا. ادي اسم الجهاز كوبي. ها اعمل ايه؟ احط لك هنا بيست عينيا. بعدين اخد الكويري دي اديها للجيت داتا صح كده؟ يا سلام بس كده اهي. ايه رايك في الكلام ده؟ لا مش معنى ايه؟ ايوه تقصد ان الكونكشن سترنج موجود هناك مش هنا. طب من هنا المفروض نعمل ايه؟ يعني اخد الكونكشن سترنج اللي هناك احطه هنا. حاضر. ايه انهي اوبجكت؟ فالكونكشن سترنج يعني تقصدي مثلا يعني ان انا اقول ان الكويري ده بيساوي هيلبر دوت كونكشن سترنج. ايه رايك في الكلام ده توا؟ اشمعنى؟ عشان ننفذها. مين اللي هينفذها؟ الميثود دي صح كده؟ الميثود دي جواها ايه؟